في خبر مش كويس، خبرين هم. في الأول، حريق 10 محلات تجارية في سوق المرج الجديدة. الخبر التاني اللي هو حريق هائل في مركب بلو نايل في ميت غمر بالدهاليب. وطبعا ربنا يسترها، ربنا يعوض الناس، ده اللي ممكن نقوله. تعال نشوف الحريق الأولاني اللي هو بتاع المرج أهو. ده الحريق، وده برضه الفيديو ده بيورينا المنظر بعد الحريق. تحرير المركب كرونايل بالغمر. ربنا يستر على مصر والمصريين. لو عجبك الفيديو بشيره واشترك في القناة لو انت مش مشترك.